الله يحفظك. السواعد قبيله كبيره تمتد من الشمال الى الجنوب، تروح لبغداد تلقى سواعد، تروح العماره، البصره، الناصريه، كربلاء، نجف، بعدها يعني صاروا قبيله كبيره. لماذا او اين تجد الكم الاكبر؟ وين نلقى السواعد؟ وليش سموكم انتم الكورج؟ نعم، بالنسبه للمعلومات التاريخيه انت تسالني عن قبيله السواعد. نعم، المعلومات التاريخيه بان قبيله السواعد تسكن في اعالي الفرات وبصوره خاصه بناحيه النيل اللي هي تابعه لمحافظه بابل. هاجرت هذه افراد هذه القبيله الى الجنوب وبالذات في محافظه ميسان. ومن ميسان نسحوا الى المشرح، سكنوا منطقه الحلفايه سابقا. والسواعد ينقسمون الى اربعه، الكورجه وعده عشائر وبيزامل وتتكون من عده عشائر، وبيت عبد السيد تتكون من عده عشائر، والرابع البتران، اخوان البتران اللي يسكنون بالميمونه وناحيه السلام، قريبين على آل زيرج. قريبين على آل زيرج، او طبعا سكنهم مع آل زيرج في ذلك المنطقه. طبعا السواعد قبيله قديمه وتتكون قلنا من عده عشائر، وتميزون بالكرم والنعم منكم، بالكرم، وسكنوا هاي المنطقة من سنين سابقة. يعني اللي برزت عندهم أيضا أبو تريكات. أبو تريكات وحسين الحسان الكبير اللي هو يلقب أبو شواريف، ومحمد الموسى أبو تريكات اللي هو مثل ما نقول ينور التريك من أجل يجي الإنسان اللي هو مثل يهتدي بهذا التريك ويوصل للمضيف. وطبعا هنا يتميز بالكرم محمد الموسى، وقبله كان حسين الحسان اللي يلقب أبو شواريف. بالنسبة هاي العفو قبيلة السواعد تتميز بالكرم. طبعا هاي القبيلة سكنوا منطقة المشرح الحلفاية من سنين سابقة. وطبعا طبعا قبيلة السواعد اشتركت بالجهاد في الاحتلال الانجليزي وقدمت ضحايا طبعا، وقارعت النظام وخاصة النظام البعثي السابق، واستشهدوا عدة أفراد وشاركت الشهداء قرابين الشهداء ولبوا نداء المرجعية حاليا في الحشد الشعبي، وعندنا عدة أفراد وحتى أمراء ألوية موجودين في الحشد الشعبي، وقدمنا الشهداء وعدة شهداء من قبيلة السواعد والبقية طبعا اللي هم موجود. ليش سموكم الكورجة أنتم؟ سموا الكورجة لأن الكورجة شلون ما نقول عشائر جمعت، الكورجة جمعت لقب على هذا الاسم الكوري، يعني تجمع العشائر. تجمع العشائر مع الكورجة تجمعوا في زمن شيخ من الشيوخ سموهم الكورجة. لا، هو نسبة إلى تجمع العشائر. إلى تجمع العشائر سموهم الكورجة. كل الهلا بكم وبالكورجة وبالسواعد عامة، أهلنا وناسنا وخوارنا. وبالنسبة أنت مثل ما قلت قبل لا نختتم الحديث عن السواعد، السواعد منهم تهاجروا بسبب مقارعة النظام السابق، تهجروا خارج البلاد وقدموا ذكرنا شهداء وانسجنوا عدة أفراد تحملوا مشاق حال العشائر الباقية المجاهدة. أنا أشوف عشائر اللي موجودة في ميسان، القبائل اللي موجودة الكل شاركت في مقارعة النظام، وهي أقول يعني هي والبصرة حتى الناصرية والكوت محافظات، أكثر محافظات تأذت خاصة الجنوب، كان معبر الجيش، معبر طريق المرور طريق المرور إلى الجمهورية الإسلامية.